ياه، ملكش حق يا حوده. كل السنين دي مخبي عليا، كل السنين دي مفهمني انك كنت مسافر بره وعملت حادثه هي اللي خرشمتك وبهدلت جسمك البهدله دي، وانت الضنايا كنت محبوس وعمالين يضربوا فيك لغايه ما طلعوا عينيك وبهدلوك. كنتش عايزه اشيلك هم فوق همك يا هيام، كفايه عليكي مشاكل العيال وبلاويهم. وسايبني اشتم في الراجل يومات يا حوده، ولولاه كان بيتنا اتخرب واتبهدلنا اخر بهدله. ملكش حق، خص عليك. عرفت بقى انا كنت بقفش عليك ليه لما كنت بتجيبي سيرته؟ امال ايه اللي بيقولوا عنه في التلفزيون ده؟ كلام كلام، هم بتوع التلفزيون وراهم ايه غير الكلام؟ قاعدين 24 ساعة بيتكلموا وبيضحكوا على الناس، والناس الغلابة هي اللي بتصدقهم بس. عشان كده أنا كنت بحاول أفهمك وأنت مخك تخين. بس ده ظابط، إيه اللي يخليهم يعملوا فيه كده؟ هو ده اللي مجنني. يعني أنت مصدق صحيح يا حودة إنه مظلوم؟ أنا مصدق سليم بيه من قبل حتى ما يكلمني. سليم بيه زمان صدقني لما كل الناس كذبتني، يبقى أنا لازم أصدقه لما كل الناس تكذبه. أيوة يا أخويا، أنا بس قصدي. بس إيه؟ الإثباتات اللي ماسكينها عليك. أنهي إثباتات؟ ويا سليم بيه لما صدقني زمان كان في إثباتات؟ أنا جربت دعم الظلم زمان، حاسس ببرارته، حاسس بالنار اللي فيها سليم بيه، عشان كده ما ينفعش أقل معاه. مش يمكن ربنا عمل كل ده عشان ردله الجميل اللي هو عمله معايا زمان؟